دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. مرحبا بالناس اللي تحقوا بنا في الاستماع. باش نرجعوا نحكيوا على تفاصيل لغز من 2019. لغز هذايا الاختفاء فتاة من 2019. من وقتها رغم اللي صارت وقتها الأبحاث، لكن ما تمش تعرف على لغز وإلا كشف اللغز متاع الاختفاء هذايا اللي يتم منذ أيامات. الكشف على لغز هذايا بعد نجاح أمني كبير لأعوان الأمن في كل من منزل تميم وقربة، تنتهي بالكشف أنه الاختفاء هذا كان السبب متاعه جريمة قتل للأسف الشديد. شنو اللي صار؟ لأنه البارح شفنا تصاور برشا وتدخل متاع الوحدات الأمنية في انتشال الجثة هذه من بير وين تم رميها. شنو اللي صار وتفاصيل الجريمة هذه مع الكاتب العام للنقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني في منزل تميم، سي سالم محمود. مرحبا بك سي سالم. مرحبا أختي ومرحبا بك ومرحبا بكابك مستمعي كابر فيها. شكرا. لا راديو مات. راديو مات. دونك خلنا نفهموا سي سالم، من 2019 لليوم شنو اللي صار بالضبط وشنو اللي تم اكتشافه ومنين بدأت الحكاية؟ خلينا نبدأ من الاختفاء من 2019 إلى أن تم الكشف على تفاصيل الجريمة هذه. فعلا هو يعني تم الكشف ليلة البارح على ملابسات جريمة قتل البشع في منطقة الوطن مزقميم أو بالتحديد في مدينة قربة. والحادث هو أنه في ديسمبر 2019 تقدم شخص مركز قربة الجنوبية يعلم عن اختفاء بنته من جويليا 2019. تعهد مركز قربة بالبحث، وبموجب تعليمات النيابة تمت إحالة الملف على أنظار الشرطة العادية مزقميم. من رغم وقتها في الأبحاث والتحريات اللي كانت الأمور معقدة برشا وكانت الوضعية مش واضحة. إلا أنه ليمات هذه بفضل مجهودات معناها زملائنا من الشرطة العدلية بمساندة زملائنا من مركز قرب الجنوبية تم القبض على امرأة اللي تعتبر صديقة الهالكة وبالتحري معها، يعني بفضل حنكة وخبرة زملائنا اعترفت اللي صديقة هو اللي قتلها بحضورها هي ومساعدتها هي، وقام بإلقائها في بئر عميقة في جهة قربة. معناها كملنا الابحاث وتحولنا رفقتها دلتنا على البئر وتم التنسيق مع الاداره الجويه الحمايه المدنيه، يعني مشكورين زملائنا من فريق الغوص اللي رغم اللي البئر كانت عميقه برشا ورغم الروائح ورغم الغازات الا انه خبره كبيره تم معناها العثور على جثه الهالك الله يرحمها هيك العظمي وادباشها. والحمد لله يعني الله غالب نترحموا على الفقيدة ونقدموا تعازينا للعائلة. والحمد لله تحية شكر كبيرة لزملائنا من الشرطة العدلية ومركز قربة الجنوبية وكافة الوحدات من شرطة فنية من فريق غوص، يعني الكشف على ملابسات هذه القضية وإنارة الرأي العام وإنارة معنى حق العائلة دي والله يرحمها. هي كي صارت الابحاث الاوليه منذ وقعه الاختفاء، معناها ما انه هي صديقتها ودائما ترفق فيها، ما معناها ما تمش استجوابها وقت في حاله الاختفاء في المره الاولى والا استجوابها ونكرت ولا شنو بالضبط؟ تم استجوابها ونكرت وما كانش فما حتى دليل قاطع يثبت ادانتها، فهمتني ولا؟ لكن فيما بعد يعني بالتقنيات وفنيات البحث ماك تعرف احنا يعني الامور هذه ماهيش سهله، يلزمك تتريض ويلزمك تبحث بكل دقه وكل اريحيه، معناها بفضل تحريات ميدانيه عميقه برشا تقنيات كبيره برشا والحمد لله. وبعد معناها القاء القبض عليها ومجابهتها بالادله والقرائن اعترفت معناها بالجريمه البشعه هذه كانت بحضورها، دلتنا على البئر مكان الواقع ومكان الجثة. هي العملية معنى إعادة استجواب الفتاة هذه في نفس الإطار ولا كان ثم جريمة أخرى ربما خلت الوحدات الأمنية تعود؟ لا هي كانت هي اختفت منذ مدة. كانت مفتشة عنها في قضية أخرى جانبية، لكن وقت تم إلقاء القبض عليها يعني والحمد لله زملائنا تذكروا القضية بالجداء ورجعت بينا الذاكرة وأصرينا أنه باش نواصلوا معها البحث كل دقة في الموضوع هذا. ثم أطراف أخرين أبار معناها هي ثم هي والصديق ثم حاليا تو الاحتفاظ تو حاليا بعد معناها استشارة النيابة العمومية الاحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم امرأة يعني صديق لك وفعل الرئيسي القاتل الرئيسي
وثلاثة أنفار أخرين، ولا زالت الأبحاث جارية على مستوى الفرقة. معناها ما زال ثم أكثر من الأشخاص هذوما كانوا موجودين أثناء الجريمة، وقوع أختي الجريمة. العزيزة الأبحاث جارية على مستوى الفرقة. معناها أبحاث سرية نحترمها. أي فهمت. ما عندك شك نحترمه يعني. أكيد. لا أكيد أكيد سرية الأبحاث. وإذا كان ثم أحداث جديدة نمدكم بها في كل وقت. أكيد أكيد نحترموا سير الأبحاث وسرية سير الأبحاث، باش هكا زادة كيف الوحدات الأمنية تكمل تخدم خدمتها كيف ما ينزم. على كل حال يعطيك الصحة، شكرا لك سي سالم محمود الكاتب العام للنقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني في منزل تميم على التفاصيل. كما يقولوا يقاتل الروح وين تروح، مهما يطول الوقت ومهما يطول الزمن إلا ما يتم الاكتشاف القاتل. الدور الأيامات شكون قال بعد تقريبا أكثر حتى من عام كامل يتم اكتشاف لغز الجريمة هذه للأسف الشديد، ويتم اكتشاف أنه مرتكب ومرتكبة الجريمة زوز من أصدقاء المرحومة. إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها بطبيعة.